نعم مرحبا بك يا زميلي. يعني الان نحن يعني بصوره مباشره من امام مركز الاقتراع الذي كان فيه السيد محافظ البصره صوت لهذا اليوم. السلام عليكم سيد محافظ. اليوم صوتت بهذه الانتخابات المهمه لمدينه البصره. اليوم الرساله تبعثها لابناء مدينه البصره من خلال هذه العمليه الانتخابيه النزيهه والحره. بسم الله الرحمن الرحيم. المراكز مؤمنه بصوره صحيحه من قبل الاقوام بالقوات الامنيه، يشكرون على هذا الدور اللي ادوه، دور رائع لحماية أمن المواطن ومركز الانتخابي لوصول المواطن لإداء صوته بحرية تامة وسلاسة دون ضغوطات ودون أي تأثير من أي جهة للمواطن. في المقابل المفوضية أيضا تأدي دورها بشكل رائع وشفاف. علينا أن نخرج للتصويت بكثافة لمن نراه مناسبا لتطلعاتنا وطموحاتنا لتنمية هذه المدينة وبنائها البناء الصحيح. السيد مجلس ورئيس مجلس الوزراء صوت للشخص المناسب. اليوم سؤالنا يا سيد محافظ، لمن صوت في هذه الانتخابات؟ صوتت لأسعد العيداني. شكرا جزيلا. نعم يا زميلي لك الصوت.